ايه اكتر حاجة تخافي منها؟ اي مكان مقفول، عندي فوبيا من كلاستروفوبيا، اي حاجة مقفولة، اوضة صغيرة، اسانسير لو قعدت فيه شوية، ما بتخنق يعني، ما بحبش ده خالص. حصل موقف قبل كده ليه علاقة بده؟ يعني اتحطيتي في حاجة زي كده؟ كنت وانا صغيرة في سويسرا، وكنت واخدونا كده على حتة مش عارفة بتقول لها ايه، مش عارفة بتتقال ازاي، هو مكان كده كله معمول بالايس كله، وبندخله كده من سكاي زي سكاي ايجيبت كده مثلا. لا، هو مكان هو معمول زي يعني زي حفرة كده بتدخلي لها كده، نفق كل مثلا. نفق كده بس ايس، فاهمة؟ وانا معاهم على بطننا وبنعمل كده بنعمل كده، وفجأة حسيت ان انا خلاص بتخنق، ف بانيك بقى وصريخ وبطق الناس برجلي، عايزة اخرج خلاص، مش قادرة، اللي هو فوقي حاجة وتحتي حاجة، يعني انا اصلا لما افتكرت دلوقتي حسيت ان انا بتخنق. كان عندك كام سنة وقتها تقريبا؟ ممكن 11 سنة كده، طب يعني ده اصلا انت بتخافي من الاول وبعدين اتحطيتي في الموقف صح كده؟ مش عارف، من بعد يمكن بقى بعد ده مش عارف الصراحة. طيب في موقف مثلا محرج اتحطيتي فيه قبل كده؟ أكيد بقى كتير؟ كتير، بس دي مش فاكرة أي حاجة منهم. طيب أكتر حاجة مجنونة عملتيها؟ مش عارف، افتكري كده فاكرة بس يعني اوقات الواحد بيتجنن كده. انا مع اي حاجه تخص الحيوانات هتلاقيني اتجنن، بتحب الحيوانات؟ هتلاقيني بعمل حاجات في الشارع يعني مع ناس، وبتحصل مواقف مجنونه والناس بتستغرب، حتى اصحابي بيقولوا لي ازاي عملتي كده بتنسي ان في نجمة بقى. لا وبتتعافي؟ لا لا، بنسى الموضوع ده خالص، مفيش نجمه ومفيش ممثله ومفيش حاجه خالص، في ان انا لازم انقذ الحيوان ده، او لو شفت حد بيأذي حيوان قدامي انا مش عارف، انا ممكن اعمل حاجه، انا مش عارف. طب ده مؤخرا بقى بيحصل كتير جدا، فشايفة مثلا يعني تحب تقولي ايه الناس اللي بتعمل كده للناس المسؤولة المفروض ان هي تاخد بالها؟ اول حاجه بقولها للكبار، بقول لهم ربوا عيالكم على حب الحيوان، ربوا عيالكم على انهم يحبوا الحيوانات، اغرزوا في قلوبهم الحب للحيوان، عشان لو حب حيوان هيحب اي بني ادم، اي هتلاقيه عنده قلب كده. حنين يعني من هو صغير، ده يعني مفيش، لو حبيب الحيوان حبيب كل الناس، تمام؟ ده حيوان بيحس وبيتوجع وبيتوجع وبيعطش وبيجوع وبيحس وبيغير، ولما لما بتربيه وبعد كده بترميه بيتأثر قوي، هو مش فاهمة؟ فتخلي بالنا، عشان أنا شايفة إن الحيوان ده من أجمل حاجة، الحاجات اللي خلقها ربنا، وحتى ربنا يعني قال إن إحنا ما ينفعش نتيمهم، ومن في الأرض يرحمكم من في السماء، فربوا عيالكم على حب الحيوان، عشان لو انتوا خلاص يعني هي لازم المشكلة تتحل من تحت قوي. طيب انت بتربي اصلا حيوانات؟ اكيد عندك حاجة. اكيد بعد ايه بقى؟ ولا يعني كله قطة طبعا، وكلب؟ اكيد طبعا. قطة كلب مثلا؟ عندي قطط كتير وكلاب، و عندي قطط في تونس وعندي قطط في مصر، وكلابي الاثنين في تونس وبس. مش بتفكري مثلا ان انت ممكن يعني تعملي حاجه زي شيلتر حاجه كده؟ بفكر بس لسه مفيش اي خطوه مقرره. عايزه اشيلتر نفسي انا بس الاول دلوقتي، وبعد كده اثبت انا في مصر ما بقاليش كتير، استقر كده شويه وافهم نفسي، وبعد كده هعمل كده، بفكر في الموضوع ده. قريت افكارك.